طيب سفير عمر هلال نبه في رده الوزير الجزائري مطلع مامرة إلى أن مسألة تقرير المصير تنطبق على شعب القبائل داخل الجزائر وليس على كيان كالبوليساريو المعروف من صنعته. في نظرك كيف نفسر هذا الخطاب الجزائري الذي ينكر على القبائل تقرير مصيره ويدافع عن كيان وهمي يسمى البوليساريو؟ هذا يسمى إذا حاولنا أن نتحدث بلغة دبلوماسية العمامرة هو يطلق الرصاص على رجليه، لأن الذي يطالب بتقرير المصير هو شعب القبائل، ولاحظنا هذه المسألة. آخر حجة ثابتة وهي الانتخابات الأخيرة، منطقة لم تشارك، لم تختار ممثلين، منطقة لها كل مقومات تقرير المصير، فكيف يمكن أن تتحدث العمامرة عن كيان مصطنع صنعه القذافي وهمديان ويطالب له بتقرير المصير، في حين أن كل المقومات هي موجودة بالنسبة للقبائل وهذه واضحة ويعرفها المجتمع الدولي. إذن كما قلت هنا هو يطلق الرصاص على رجليه، لأنه يبدو أن هناك نظام من العجزة. وصل مسألة تخريف كنسميو حنا خرفوا، يتحدثون بأشياء لا يعرفون خطورتها. هناك الكثير من المطالب داخل الجزائر التي تطالب بتقرير المصير وعلى رأسها شعب القبائل، وهذا واضح ولو حركة تمثله ووصلت إلى الأمم المتحدة، والأمور هي ملموسة قلت من خلال رفض الممثلين ورفض المشاركة في العملية الانتخابية. هذا مهم جدا ما يجب أن نركز عليه. فكيف العمامرة هنا أن يتنكر للقبائل ويدافع عن كيان مصطنع الذي هو شركة البوليساريو التي هي شركة الجنرالات الجزائريين؟ باعتقادك كيف سيكون تدبير ملف الصحراء المغربية في فترة وجود رمضان العمامرة على رئيس الخارجية الجزائرية مرة أخرى؟ رمضان العمامرة هو فشل. رمضان العمامرة ليس هو رسالة للجزائريين أولا تعينه. حاولوا أن يخلقوا بروباغاندا بأنه مرتبط بهذا الملف، وجاء أولا هناك فشل، إقرار بفشل دبلوماسي جزائري. لا يمكن بلاد غارقة أن يأتي العمامرة ويخرج بشيء مثلا معين، أن يحرش شيء معين، لأن العمامرة هو رسالة هي للجزائريين أولا، بأن مرحلة بوتفليقة مستمرة ومرحلة توفيق مدين وخالد نزار مستمرة. إذن هذه هي الرسالة التي يجب أن تقرأ، لأن كل شيء داخل الجزائر يجب أن يفسر أولا داخليا قبل الخروج إلى المحيط الإقليمي. ماذا سيفعل العمامرة؟ لن يفعل شيئا. لماذا؟ لأنه يحاول الآن بمعنى إنقاذ ما تبقى من هذه الشركة المفلسة التي هي شركة البوليساريو التي صنعها النظام الجزائري مع القذافي.